مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية. كلمات قمة الحكمة، الثبات، القوة بالرغم من الوضع اللي هو موجود فيه. وقع أسير واتحاكم محاكمة سورية وتم إعدامه شنقا. وقع أسير إزاي؟ عن طريق الخيانة. كريستيان كان أذكى قائد جيش إيطالي لليبيا، لغاية لما قدر يجند بعض الخونة أو بعض الناس ضعفاء الإيمان وضعفاء القلوب بالمال وبالمكان وبالأمان وبي 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 وبي، فكانوا يخرجون مع المجاهدين وكانوا هم يدلون الإيطاليين على تواجد الأماكن اللي تواجد فيها عمر المختار. لغاية لما قدروا في مكان، قدروا دلوهم على المكان، فحصروا قوات ضخمة جدا جدا مكان وما يعرفوش مين فيهم عمر المختار. لغاية لما وقع في القصر بعد اشتباكات، اشتباك كان هو كان معاه، كان دايما بيتحرك حوالي 1000، رجع 600 وفضل معاه 400، بعد كده رجع عشرات منه وفضل معاه 50 واحد. مش بيتحرك في مكان عارفه. لغاية لما دل عليهم الخائن ده وحصروا المكان ومش عارفين مين عمر المختار. حصل اشتباك بين ال 50 وبين عمر المختار حتى اصيب وفرسه قتل. وقع فرسه عليه، ما قدرش يقوم، وبدا يفر المجاهدين اللي حواليه. لغايه لما صديقه عمر قعد ينادي المجاهدين، لقد تركتم ما هو اهم، فعادوا. عرفوا من الرمز ان عمر المختار هو اللي واقع. فراح جم قعدوا يقاتلوا عشان يطلعوه من تحت الحصان، لكن طبعا قتل معظمهم. فجي بقى الخائن ده اول ما شافه اترعب، قال سيدي عمر سيدي عمر، ما كنتش عارفينه. فمسكوه حوطوه، راح متصلين بالقائد الايطالي. كان في ايطاليا، رجع فورا عشان خاطر ايه؟ لما عرفوا تم القبض عليه، قال ما طلعوش عن طريق البر، عمر المختار يطلع عن طريق البحر، لان لو عرف رفقائه سيخرجونه من بين ايديكم لو كنتم بعشرات الالاف. كانوا عارفين طبعاً هم بيحاربوا مين بالظبط. خرج عن طريق البحر بقى كده ايه، في 4 ايام وحكمته، ثم تم الحكم بشنقه في شهر 9/15/1931 ميلادي. طيب نشوف